القرماوي علاء كحيس وهيثم عبد الحميد، في وسط الملعب هناك فرج عبد الحفيظ، وعد الثاني محمد سلامة، والسنوس الحبيب كحكم رابع، والمراقب هو توفيق الضاوي. بدأت المباراة الآن، والكرة مع فريق التعاون عند الوحيشي الذي يلعب الكرة في المقدمة، تبقى مع البرداح الذي يلعب الكرة للشامخ، يعود بها الخلف عند فرج عبد الحفيظ. الكرة ويناجح في وسط الملعب، خطف يلعب الكرة تصل عند بودبوس، يعود بها للخلف، تفتك الكرة الآن، تعود لصالح فريق التعاون في مرتدة سريعة، لعب الكرة العرضية، هي خطر الكرة، محاولة المراوغة وتهيئة الكرة على حافة منطقة الجزاء، ولكن لعب الكرة تجاه بودبوس، تبادل كروي ناجح لكن إخفاق في اللمسة الأخيرة، تعود من جديد لصالح فريق التعاون، خطف لعب الكرة تعود من جديد لصالح فريق الأهلي، عند بودبوس الآن يجد المساحة، فرصة التصديد، يتدخل الدفاع، خطر الكرة ومحاولة لعب الكرة في الأمام، ولكن هناك صافرة وخطأ. لعب الكرة العرضية، يهيئ الكرة لنفسها إلى أبو عقيلة، تتهيئ الكرة الآن، فرصة الهدف، فرصة الهدف، ولكن ضاعت على فريق الأهلي. تهيأت الكرة بشكل ممتاز أمام تقدم أبو عقيلة. إذا أول تهديد في المقابلة من جانب أبو بكر أبو عقيلة الظهير الأيمن الذي تقدم الشامخ للعرفي. تلعب الكرة الآن، الفرصة مواتية لفريق الأهلي، دخول منطقة الجزاء، ولكن ينجح الدفاع، تبقى الكرة قائمة لفريق الأهلي، ولكن تتحول لتصبح رمية جانبية. نأمل أن نشاهد مباراة مفتوحة بين الفريقين بعيدا عن حسابات المدربين. عالية الكرة الآن داخل منطقة الجزاء، تتهيأ الفرصة مواتية لفريق التعاون، الفرصة مواتية ولكن ضاعت على فريق التعاون. خطف يلعب الكرة تعود من جديد لفريق التعاون عند البرداح. البرداح يتابع فيه علي يوسف. تحتاج المرتدة السريعة لفريق التعاون لشيء من السرعة. لعب الكرة لبودبوس، محاولة اللعب من لمسة واحدة لكن تعود من دفاع فريق التعاون. افتكاك الكرة الآن عن طريق الشامخ، يلعب الكرة مع انطلاقة الطيب بمحاولة المراوغة ولكن ضاعت. كان بإمكانه يمرر للبرداح ولكن فضل المراوغة، ولكن المراوغة لم تنجح وبالتالي فقد الكرة. شامخ في مرتدة يتوجب أن تكون سريعة الآن للبرداح. البرداح يلعب كرة بشكل طيب، المحاولة قائمة والفرصة قائمة لفريق التعاون، ولكن هناك راية وصافرة. كرة تصل للشامخ، تفتك عن طريق بوبكر بوعقيلة يسدد، والهدف الأول، الهدف الأول عن طريق بوبكر بوعقيلة. إذا تتغير النتيجة بهدف بوبكر بوعقيلة الذي أطلق هذه التصويبة من مسافة بعيدة لتسكن شباك عبد اللطيف رحيل مع الدقيقة 37 من زمن هذا الشوط. إذا تتغير النتيجة، ماذا ستحمل فريق التعاون؟ تلعب الكرة الآن، تأتي الرأسية، لا خطر الكرة والمحاولة قائمة، ولكن الحكم يعلن عن خطأ لصالح فريق الأهلي. لعب الكرة في الأمام، خطر الكرة لكن تعود من دفاع فرج عبد الحفيظ، يسدد من مسافة بعيدة، وهدف التعادل، هدف التعادل لصالح فريق التعاون عن طريق فرج عبد الحفيظ. هدف رائع بالفعل بذات الطريقة التي لعب بها بوبكر بوعقيلة. إذا تصويبة من خارج منطقة الجزاء، فرج عبد الحفيظ يعدل النتيجة. تبقى الكرة لصالح فريق الأهلي عند بودبوس الآن، بودبوس يدخل منطقة الجزاء، ولكن هناك راية وصافرة وحضور ممتاز من جانب دفاع فريق، يتم ابعاد الكرة على مرتين من جانب دفاع فريق الأهلي. لعب الكرة في الجهة اليمنى تصل لعامر، فرج عبد الحفيظ إلى أوكوشا. لعب الكرة الآن في مرتدة سريعة لصالح فريق الأهلي عند بودبوس، بودبوس لبو عقيلة، خطف في لعب الكرة، يتدخل هيثم الآن، البحث عن مساندة والتسديد من مسافة بعيدة. بن عامر، بو عقيلة، تفتك الكرة والمرور الآن من محمد عبد الكريم في الجهة اليسرى، فرصة لعب الكرة العرضية، تلعب الكرة العرضية، خطر الكرة، والهدف الثاني لفريق التعاون، الهدف الثاني لفريق التعاون، هدف رائع رائع بالفعل. إذا برأسية الشامخ فريق التعاون يسجل الهدف الثاني في وقت قاتل وقاتل جدا. افتكاك الكرة وتمرير الكرة العرضية. إذا ثلاث نقاط مهمة لفريق التعاون. بودبوس لعب الكرة لبو عقيلة،
ابعاد الكره عن طريق محمد. وفي هذه الاونه اعزائي المشاهدين يعلن حكم المباراه عن نهايه هذه المباراه.